الآن نحييكم سيداتي وسادتي ونقدم لحضراتكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، والبداية مع أبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان. الحكومة تنفي عددا من الشائعات التي تخص فيروس كورونا. ووزير الصحة البريطاني يقول إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي كورونا. أهلا بحضراتكم إلى التفاصيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان، وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: مع حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم، أعاده الله علينا وعلى الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وأضاف الرئيس: يأتي شهر رمضان المبارك هذا العام في ظل حالة فريدة من التكاتف والتلاحم نعيشها جميعا، ونتضرع فيها إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا وشعبها العظيم، ويمنحنا القدرة على مواجهة المخاطر والتحديات. هذا واختتم الرئيس السيسي تهنئته بالدعاء إلى الله أن يحفظ مصر والمصريين وسائر شعوب الأرض. في سياق آخر، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددا من الشائعات التي تخص فيروس كورونا. وأكد المركز حرص الدولة على استمرار تدبير جميع الاحتياجات الفعلية من المستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع حالات الإصابة بكورونا، مشيرا أنه يتم توجيه التبرعات التي تقدمها شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني لتوفير المستلزمات الطبية طبقا للأولويات. هذا ونفى المركز وجود جهاز مصرح به للكشف السريع عن الإصابات بكورونا بالصيدليات، كما نفى إطلاق روابط إلكترونية لتسجيل جديد لبيانات منحة دعم العمالة غير المنتظمة، ونفى اكتشاف حالات إصابة بكورونا بمؤسسات غذائية أو دوائية أو صحية خلاف ما يعلن رسميا. أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد ارتفاع ضحايا فيروس كورونا بمصر إلى 287 متوفى و3891 مصابة. نتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. البيان اليوم المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن اليوم الخميس الموافق 23 ابريل 2020. بلغ عدد اصابات اليوم 232 اصابة، يصبح اجمالي الاصابات في مصر 3891 اصابة، بينما عدد وفيات اليوم 11 وفاة. بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 69 حالة، وبذلك يصل عدد المتعافين الذين خرجوا من مستشفيات العزل إلى 1004 حالة من أصل 1334 حالة تحولت نتائج تحليلها من إيجابية إلى سلبية. وفي إطار تقييم الجهود المبذولة من كافة الفرق الطبية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة العاملين بالمعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان وفروعهم في المحافظات، والتي تعد من أهم الأذرع الوقائية للوزارة، وذلك على مجهوداتهم الكبيرة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، ودورهم الفعال في الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية، حيث تم إجراء أكثر من 200 ألف تحليل سريع وأكثر من 90 ألف تحليل PCR لحالات مشتبهة بإصابتها بفيروس كورونا
المستجد، بالإضافة إلى متابعة الحالات المصابة بمستشفيات العزل والحجر الصحي لحين تحول تحليلها من إيجابية إلى سلبية. وتعتبر إدارة الفيروسات من أهم الإدارات في المعامل المركزية، وهي الإدارة المسؤولة عن إجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد بإجمالي قوى بشرية من الفرق الطبية على مستوى الجمهورية تصل إلى 900 فرد، بينهم أطباء، صيادلة، كيميائيون، فنيون معمل وإداريون، حيث تقوم المعامل بأخذ المساحات وتحليلها وإرسال النتائج لغرفة الأزمات بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مما ساهم بشكل كبير في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة وتحويلها إلى مستشفى العزل لتلقي العلاج والرعاية الطبية. وحرصا على رفع الكفاءة المهنية للعاملين بالمعامل المركزية وفروعها، فقد قامت وزارة الصحة والسكان بتنظيم أكثر من 50 دورة تدريبية للعاملين على كيفية أخذ المساحات وتطبيق معايير مكافحة العدوى أثناء التعامل مع العينات، علما بأن المعامل لديها فرق من مكافحة العدوى مدربين لحماية الأطقم الطبية من الإصابة. هذا وقد تم زيادة عدد معامل الفيروسات على مستوى الجمهورية ليصبحوا 27 معمل، من ضمنها 12 معمل جاري زيادة طاقتهم الاستيعابية من 20 حالة إلى 100 حالة كل 5 ساعات، بهدف زيادة عدد المساحات للحالات المشتبه بإصابتها. كما تمتلك المعامل 36 جهاز تحليل PCR خاص باكتشاف فيروسات كورونا المستجد، منها 9 بالمعمل المركزي و27 بالفروع بالمحافظات، حيث تم ربط المعامل المركزية بالمعامل الفرعية من خلال شبكة إلكترونية موحدة لضمان سرعة وصول النتائج، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية تامة للبيانات، كما أنه جاري إضافة 12 جهاز PCR خلال الشهر المقبل. ونؤكد على توفر مخزون كافي من المساحات وعينات الاختبار الخاصة بتحليل PCR للحالات المشتبه بإصابتها. وفي إطار الحرص على التواصل المستمر مع الأطقم الطبية، فقد تم اليوم عمل الاجتماع الدوري عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات على مستوى محافظات الجمهورية، لضمان خطة الوزارة للتوسع في تلك المستشفيات لتصبح مستشفيات عزل لمصابي فيروس كورونا بشكل تدريجي، حيث يتم تجهيزها لتقديم كافة الخدمات الطبية بداية من إجراء الفحوصات اللازمة وتشخيص الحالة وحتى العزل وتقديم العلاج ومتابعة الحالات بعد الشفاء، بالإضافة إلى توفر خدمات البحث العلمي. وبمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فإنني أنتهز هذه الفرصة لأقدم التهنئة للأطقم الطبية وأسرهم والشعب المصري كافة، متمنية من الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات. هذا وأهيب بكافة المواطنين الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل المخالطة والالتزام بكافة الإجراءات الوقائية من قبل كل فرد بالمجتمع لحماية نفسه وأسرته، بالإضافة إلى الإكثار من شرب السوائل في المدة ما بين الإفطار والسحور، والحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي. وفي حال الشعور بأي أعراض يتم الاتصال فورا بالخطين الساخن 105 و15335 أو التواصل من خلال خدمة الواتساب وتطبيق الموبايل الخاص بالوزارة أو التوجه لأقرب مستشفى حميات أو صدر لتلقي الخدمات الطبية. العزل الذاتي مسؤوليتك لحماية نفسك وأسرتك ووطنك. أشكركم. أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي فيروس كورونا المستجد. وفي سياق متصل صرح المسؤول البريطاني أن مستشفيات البلاد تشهد نقصا حادا في كميات الأكسجين التي توفرها أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب عدد المرضى الكبير الذين يخضعون للعلاج من الفيروس، مما دفع وزارة الصحة البريطانية إلى تحذير جميع المستشفيات من ضرورة الحد من عدد الأشخاص الذين تقدم لهم أجهزة التنفس الاصطناعي. سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 3176 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية،
هذا وأوضحت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية في بيان لها أن إجمالي الوفيات التي سجلت في الولايات المتحدة بلغ 49,759 حالة، في حين بلغ عدد الإصابات نحو 866,646 حالة بعد تسجيل 26,971 إصابة خلال 24 ساعة الماضية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر فريق مكافحة كورونا اليومي بالبيت الأبيض، قال إنه يتوقع التوصل إلى علاج لمصاب فيروس كورونا قريبا. هذا وأعلن ترامب خلال المؤتمر أنه جاري العمل على إيجاد لقاح للفيروس من قبل العديد من الدول منها الولايات المتحدة وبريطانيا، وقال إنه توجد نتائج مبشرة وأنه من المتوقع التوصل لعلاج للمرض في وقت قريب، مؤكدا إنه على الرغم من إعادة فتح البلاد إلا أنه لن يتم التخلي عن الإجراءات والاحتياطات التي أوصى بها الخبراء والأطباء. تبنى مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون بتمويل قدره 480 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا في البلاد. هذا وتصل قيمة التمويل المضافة لحزمة المساعدات تريليوني دولار كان الكونغرس الأمريكي قد أقرها في وقت سابق، وكان مجلس الشيوخ قد وافق على هذه الأموال الجديدة. هذا ويخصص التمويل الإضافي 320 مليار دولار للمشاريع الصغيرة و25 مليار دولار لتعزيز فحوصات الفيروس، ويمنح المستشفيات نحو 75 مليار دولار. أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين عدم تسجيل أي وفاة بكورونا فيما تلقت تقارير عن 6 إصابات جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج. هذا وذكرت اللجنة في تقريرها اليومي أن حالات الإصابة المحلية جاءت بواقع 3 حالات في مقاطعتين صينيتين، فيما تم الإبلاغ عن حالتين جديدتين مشتبه بإصابتهما لوافدين من الخارج. وأضافت أن 50 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم التام من الفيروس. صرح وزير الخارجية الياباني تارو كونو بأن بلاده رفعت نصائح السفر إلى روسيا و13 دولة أخرى إلى المستوى الثالث، محذرا من أي رحلات إلى هذه المناطق على خلفية تفشي فيروس كورونا عالميا. يذكر أن وسائل إعلام روسية كانت قد ذكرت أمس أن اليابان تعتزم توسيع قائمة الدول التي يمنع على المسافرين الدخول إليها على أن يشمل هذا الحظر روسيا ودول الشرق الأوسط، موضحا أن القرار يأتي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيوافق عليه مجلس الأمن الوطني الياباني برئاسة رئيس الوزراء في وقت قريب. في سياق آخر، أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن تنمية سيناء تعد محورا رئيسيا في برنامج الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بمراحلها المختلفة تجاه سيناء. وأشار شعراوي إلى أن الدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة وحماية الأمن القومي المصري وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والخدمية لتستفيد منها المواطنون في سيناء، مشيرا إلى أن الوزارة تتابع مع جهات الدولة الأخرى تنفيذ عدد من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض شمال وجنوب سيناء. وعربيا، حذر الممثل الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أي خطوات أحادية ترمي إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. وقال ملادينوف أن ذلك يشكل تهديدا متزايدا، في حال جرى تنفيذه فإنه يعد انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. جاء ذلك خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.
الإنسانية. وأشار الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى أن ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة سيوجه ضربة مدمرة إلى حل الدولتين. نهاية نشرة الأخبار، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ الشعب المصري بحلول شهر رمضان. الحكومة تنفي عددا من الشائعات التي تخص فيروس كورونا. ووزير الصحة البريطاني يقول إن بلاده وصلت إلى مرحلة الذروة في تفشي كورونا. نهاية نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.